الأواشي الصغار وشيت السلام. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسول وشيئة الآباء. هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصاها، والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بطريركنا الأب المكرم البابا الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأسقف الأنبا لونكاس. أما في زمن نياحة البابا البطريرك وفي فترة خلو الكرسي، هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصاها، اذكر يا رب نفس أبينا البطريرك البابا الأنبا شنود الثالث. تفضل نيح مع قدسيك أنعم بأن تقيم لنا راعيا صالحا ليرى شعبك بالطهارة والعدل. اذكر يا رب أبينا المكرم الأسقف الأنبا لونكاس. وفي وقت نياحة المطران أو الأسقف للإيبرشية وفي فترة خلو الكرسي يقال هكذا، وبالأكثر بطريركنا الأب المكرم البابا الأنبا شنود الثالث. اذكر يا رب نفس أبينا الأسقف الأنبا مكاري. تفضل نيح مع قدسيك أنعم بأن تقيم لنا راعيا صالحا ليرى شعبك بالطهارة والعدل. وشية الأساقفة. وعن الكاغنين هاهنا والذين رقدوا الأساقفة والقمامص والقصوص والشمامس واللبوز يقني والأغنسطسين والمرتلين والقراء والرهبان والعزارى والأرامل والأيتام والمتنسكين والعلمانين. وعن كل امتلاء بيعتك المقدسة يا ملاك المؤمنين.
مشيئة الملوك. اذكر يا رب الذين تملكوا في التقوى والذين هم الآن مولون. أوشية المزبيين. اذكر يا رب إخوتنا المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وجميع العسكر. أوشية القرابين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الأجر السمائي. أوشية المزبيين. اذكر يا رب الساكنين في الجبال والمغاير وإخوتنا المسبيين أنعم عليهم برجوعهم إلى منازلهم سالمين. يقول الشماس: اسجدوا للحمل كلمة الله. وهنا يخضع الشعب جميع للرب ويخضع الكاهن برأسه ويقول سرا: اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي جميع خطاياي، وحيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك. من أجل خطاياي خاصة ونجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. يقول الشعب: حمنا يا الله مخلصنا 3 مرات. ثم يقول الأب الكاهن بكلاء صغار: